هاتي بس هاتي يا بنت هاتي تعالي بس اوعى يلا تعالي بس هاتي يلا بس بس اهو تعالي هنا الله تعالي هاتي بس باين هاتيها الله بس يا ولد اقول لك بس بقول لك ايه بس مالك يا بنت رامية بوزك كده ليه؟ هنبقى نتصلوا بيه طول عمري نفسي اعرف راجل زي ده نفسي اعرف معنى الراحة حد يشيل همي نتسندوا عليه راجل يبقى ظهري بعد ابويا اللي راح وساب ظهري متعري اللي يسوى اللي ما يسواش هو كتير كتير الاقي حد يحبني يخاف عليا ويخافوا عليا احط راسي على كتفه وانام ولو مره واحده من غير ما اخاف لا مش كتير يا حبيبتي احلمي براحتك وخليكي نايمه بسرعه نومه كده لحد ما الفرصه دي اعمل ايدك الحمام اللي انت بتعمليه ده ايوه رخره غور يا بت ده انت بتدي نفس الواحد يتكلم معاه قال لي عليكي بت تصوري بقى انا غلطانه ان اتكلموا معاكي اصلا ارى يا بت يا حنان خايف خايفه نعشمه نفسي فين وبعدين رقبتي تتكسر اللي هي مكسوره اصلا مش ناقصه وجع ولا كسر تاني تاني هترجع تقولي نقف ونقعد وكلام ملوش عايزه جرى ايه يا بنت الراجل بمعجب بيكي وعايز يقابلك يقول لك الكلمتين حلوين من اللي بالك فيهم كخه يا بنت بطاقه القدر بيصنعوا عنها في الحكايات وبس بطلي بقى فقر ونحس مره يخرب بيت فقر امك كلمتين كلمتين حلوين بس هو ده اللي عايزه لا طبعا عايز اكتر من كده بكتير بس انت بقى وحدقتك تدلعيه تخليه يحبك بدل ما هو هيمان وبس هو يعني هيعجبه ايه فيا ما انت قلتي لي ده راجل متكلف يعرف نسوان اشكال والوان غاوي فقر بقى ولا غاوي عفاش لا وانت صادقه غاوي مزاج ومزاج عالي قوي كمان شاف فيكي اللي ما شافوش في واحده تانية المزازه والحلاوه والطعامه والبلد يا بلدي فريز قوي طبعا فريز مبقاش فريز ليه ناقصه ايد ولا ناقصه رجل وبعدين واحد قايم نايم فلوسه بتولد لوحديها ما يمتعش روحه بيها ليه بنت يا زوزو مره كده مشيها جهجهوني يا بنت سيبيها على ربنا بقول لك ايه المهم دلوقتي انك تقابليه وبعد كده نشوفه هنعمله ايه مش هينفع يا حنان قابله ازاي بس احي عليك يا بنت هتشل امي والنعمه يا حنان قابله ازاي بالهدمه اللي عليا ما انت عارفه اكيد هياخدني على مطرح حلو وفي نسوان لابسين ولابسين حلو قوي انت عارفه الفوله واللي فيها من الناحيه دي ما تعتليش هم اختك مدبره لك كل حاجه وبعدين ازاي تقلقي وانا جنبك يا بنت يا بنت ده ما شافنيش غير باليونيفورم اللي احنا بنلبسه في البوتيك الله بقى ما قلت لك مدبره لك كل حاجه تستاهلي باختك حنونه ولا ايه وانت موزه كده وحلو يا واد يا حلو انت والنعمه موزه اموت انا ايه اللي بيحصل ده انت هتسكت على الكلام الفارغ ده اديكي قلتي كلام فارغ يبقى ما تشغليش دماغك بيه وروحي شوفي وراكي ايه بونجور اكرم اهلا يا حبيبي يا نونو مالك هاي عيب وانا جيت في وقت مش مناسب ولا ايه كويس انك جيت ما تمشيش من غير ما اقعد معاك وي نيد تو توك حاضر لو ما كنتش طلبتني كنت انا اللي طلبتك شفت الجرايد كاتب عنك ايه النهارده شفت انت شفت ايه رايك في الكلب ده يا عادل بيهوهو كتير بس ملوش لازمه يعني لو فكيت رقبته من السلسله مش هيعمل حاجه غريبه مع ان المفروض العكس واحد خنقاه سلسله لو اتفكت من رقبته هيجري وهيطيح في الكل انت عارف ايه اللي بيخنقني منك يا عادل ان انت ذكي جدا في كل الحاجات التافهه انما بقى في المواضيع المهمه اغبى اغبياء الكون وانت بقى جايبني بيتك عشان تهزقني انت مش الباشا يا اكرم حظك حظك اني مش الباشا انت عارف يا عادل الباشا بيعمل ايه في اللي بيكلفه بحاجه وما يعملهاش بيكلفه انت ظهر يا اكرم نسيت ان انا شريكك مش سكرتيرك يعني من حق انسحب في اي وقت من المشروع اللي انت
اتسببت في ضياعه. حبيبي انت ما ينفعش تبقى شريك في سوبر ماركت بيبيع زيتون اخضر بس، مش في مشروع بالضخامه دي. وبعدين يا بابا مش انت اللي تحدد امتى تنسحب، يظهر عليك لسه ما عرفتش مين هو اكرم. لا اعرفه كويس، يمكن اكتر من نفسه. مش انا بس، دي البلد كلها عرفته بعد اللي اتكتب في الجرايد. شوف يا اكرم، انا مش هستنى لما عندك وغرورك يضيعوا كل اللي عشت عمري عشان ابنيه. عايز تعند اعند براحتك، بس لوحدك، انما انا اوت. عادل ما تضطرنيش اني اسيب السلسله بتاعت الكلب. اكرم ما تخلينا اصحاب احسن. اوكي واخرتها يا نص، تفضل مخبي على ابوك لحد امتى؟ ايه بتفكر تقول له؟ ده كان يجرى له حاجه يا ابني، انت اتجننت؟ هتفضل هربان منه كده؟ هو انت اللي بتسمي اللي في ايده هروب؟ امال الواحد زي عزوز يعمل ايه؟ هربان من الموت بقاله سنين، ساب نفسه الخوف بيموته في اليوم 100 مره. اللي يشوف دنيا ده غيره تهون عليه دنيته. جرى ايه يا حسن؟ ده تفضل مضايق نفسك كده كتير؟ لا بقى، اه انا كده ابقى خايبه ما دام مش عارفه اخرجك من اللي مضايق. وانت ذنبك ايه بس يا ورد؟ ذنب ان انا اسم الله عليا بعرف اسمعك وبس، لكن اخرجك باللي انت فيه لا مفيش. ما حاجه برضو ما تسكتش عليها، الماركت دي لو طلعت فيها ارواح ناس، عارف يعني ايه ارواح ناس؟ جرى ايه يا حسن؟ هو انت مش قلت لهم على يرضي ضميرك قدام ربنا وقدام الناس؟ خلاص بقى هم اللي مسؤولين. يا سلام، يعني انا اقول لهم غلط وامشي؟ ما هم عارفين انه غلط. انت بقى كان في ايدك ايه تعمله اكتر من كده وما عملتوش يا حسن؟ والله عندك حق. في ايدي ايه يعني؟ حسن حبيبي، هو في حاجه تانية مضايقاك؟ مفيش هرب. واحد صاحبي بيكلمني بيقول ان هو عنده مشكله، بيحس ان الموت جاي له في اي لحظه. بيسالني وانا ممكن يبقى ليا علاقه بواحده ينفع احب واتحب يعني. انا بسرعه قلت له اه طبعا، حقك واحلامك ما تسكنش روحك. هو صدق كلامي طبعا وكان فرحان قوي، بس انا بقى ما كنتش مصدق نفسي. حسيت ان انا عمال برص له كلامه بس. ساعتها حسيت بنادي اللي فيها، واحده مش عايزه من الدنيا غير شويه كلام يريحها وبس. غلبانه راضية وعايزة من الدنيا شوية كلام تسمعه بس. أنا لو مكانها مش صدق ولا كلمة، وهعرف من عيشتي كلها باللي فيه. ليه يا حسن؟ أنت بتديهم كلام كده يبسطهم ويفرحهم، يديهم أمل في بكرة. تفتكر يا وردة؟ أيوة طبعًا، زي أنت بالظبط ما بتعمل معايا كده وبتقولي أنا بحبك يا وردة. أنا مش بس بحبك يا وردة، أنا عشقتك يا بنت. اه طبعا. اوكي يا حبيبتي، يلا تشاو. ايه ده، امال عادل فين؟ اكرم اكرم اكرم. ايه يا نور؟ عادل فين؟ مشي، انا كنت عايزاه. لا عادل مش عاوز حد اليومين دول، عادل ماشي بدماغه فاكرها هتوصله بروح امه. شكلكوا اتخانقتوا. ماما عامله ايه يا نور؟ يبقى اتخانقتوا طبعا، كل ده عشان اللي مكتوب عنك في الجورنال. طب هو عادل ذنبه ايه بالناس؟ انا مش قادر افهم ليه الناس بتنسى اوامري بالسرعه دي. اوامر ايه يا اكرم؟ كم مره قلت لك ما تتدخليش في شغلي؟ اللي بيحصل بره البيت ملهوش دعوه بجوه البيت خالص. وطالما انت جوه البيت يا بيبي يبقى ما تشغليش بالك باللي ما يخصكيش. ولما يتكتب عنك كلام كده في الجورنال يبقى انت شغلك دخلي جوه البيت يا اكرم. خايفه لصاحباتك التافهين يقولوا عليكي متجوزه حرامي اراضي مثلا؟ ما تكبري بقى يا نور، اكبري واعرفي حجم الاسم اللي انت شايلاه. لا انا عارفه كويس قوي حجم الاسم اللي انا شايلاه، المهم انت تعرف تحافظ على الاسم اللي ابنك شايله، سمعته من سمعتك. وبتستغربي لما ببعد عنك. ادم هات عادل وتعال. حبيبي سميتك من النهارده عادل، مبسوط؟